للحديث عن الموضوع مشاهدينا معنا في الاستوديو العميد خالد النسي المحلل العسكري. عميد خالد مساء الخير، اهلا وسهلا بك معنا. قراءتكم للوتيره المتسارعه في الاحداث في اليمن وتطورات المعارك الاخيره. ربما يكون العنوان الابرز هو يعني جبهه الساحل الغربي بشكل عام، لانه نلاحظ انه فيها في حركه وفي ديناميكيه وفي انتصارات يعني ملحوظه في فيما يخص هذا الجبهه. فتقريبا تم تحديد يعني تم اتخاذ القرار بانه تحرير مدينه الحديده والميناء، فما زالت بعض العقبات يعني يتم تجاوزها في حتى الوصول الى هذه الى هذا الهدف، وهو مثلا ميناء الحديده. العقبات هي مثلا انه في مدن يعني وخاصه فيما يتعلق بالمحور يعني شرق الساحل، تقريبا بعض المدن هي تعتبر في تقدم هذه الوحدات حتى الوصول، لانه تقريبا 4 أو 5 مدن مأهول بالسكان، دائما الحوثيين دائما يتخذون السكان كدروع بشريه، وربما هذا العق. ايضا الارض المفتوحه هذه زرع فيها يعني كميه كبيره من الالقام، ايضا يتم التعامل معها، وربما هذه تاخذ وقت. لكن القرار اتخذ فيما يتعلق بالحديده، ايضا هناك يعني انتصارات ملحوظه في معقل الحوثيين نفسها في فيما يتعلق بصعده، تقريبا من 4 أو 5 محاور هناك ايضا انتصارات، ولكن هناك ربما يختلف الوضع في صعده، انه ارض صعبه يعني جغرافيا يعني من وعوره ارتفاع منطقه جبل بشكل عام. ايضا هي معقل الرئيسي للحوثيين، وكل المقاتلين العقيدين موجودين في هذه الجبهه بالتحديد يعني. فالجغرافيا فيما يتعلق بجبهه صعده هي تخدم الحوثي اكثر، يعني لو قارنا مثلا بمعركه الساحل الغربي هي لا تخدمه، وبالتاكيد مع غد الايام ان شاء الله سوف يخسرها. طيب عميد خالد، ما حجم صعوبه المعارك في المناطق الجبليه بالاضافه الى العقبات اللي ذكرتها حضرتك، والى اي حد التكتيك المتبع من قبل الجيش اليمني وقوات التحالف الداعمه له ناجعه في دحر الحوثيين والتقدم الملحوظ الذي نلمسه اليوم؟ هي طبعا تختلف الجغرافيا في بعض الجبهات، يعني لو غيرنا مثلا صعده بجبهه الساحل الغربي، جبهه الساحل الغربي في كل الاحوال هي لا تخدم الحوثي على الاطلاق جغرافيا على الاطلاق، لانه الارض المفتوحه يعني لا تخدمها، وخاصه فيما يتعلق بما يعني فقط هو يعني عنده بعض الخيارات تستخدمها، وهي مثلا زرع كميه كبيره من الالغام، تم سحب كثير من المقاتلين من بعض المحافظات وخاصه اللي فيها نوع ما جمود باتجاه معركه الساحل الغربي، تقريبا من 1000 الى 1200 مقاتل لهذا المقاتل العقائديين، بخلاف انه مثلا جيش من ابناء المنطقه. لكن تختلف الوضع بالنسبه لصعده، صعده هي بمنطقه صعبه جدا جدا من حيث يعني جغرافيتها، يعني منطقه ايضا هي يعني معقلها الرئيسي، وكل المقاتلين العقائديين موجودين في صعده، ايضا كل الخبراء وكل السلع الاستراتيجيه والمدفعيه هي موجوده في صعده. لا وهو تقريبا نيران، وربما تاخذ وقت. هذا يعني نحن كعسكريين نحن ندري بطبيعه الارض وندري يعني بتجهيزها داخل معركة صعدة، ربما تأخذ وقت أكثر، لكن بالنسبة لمعركة الحديدة ربما أنا أتوقع أنها تكون معركة خاطفة، فقط يعني يتم تجاوز بعض العقبات فيما يتعلق بالوصول، يعني خاص حقول الألقام وبعض الجيوب في بعض المدن، لكن سوف يعني وإحنا مثلا شاهدنا يعني في اليوم الماضي أنه حتى الآن في قوات مثلا تشترك في معركة الساحل من البحر، وهذا يمكن أول مرة فيها هناك بوارق بحرية تستخدم في إنزال بحري كان قبل يومين أو 3 أيام بقوة إماراتية نفذت مهمة وعادت أيضا. فيعني بالنسبة للمعركة الساحل يعني مع أتوقع أنه إذا تم الاستمرار في هذا التقدم بهذه الوتيرة، أتوقع أنه يعني خلال أيام شو إن شاء الله سوف نقول ربما وصلنا إلى المشارف الجنوبي من الحديدة. فقط بسبب جغرافية صعدة عميد خالد هذه الصعوبة يواجهها الجيش والقوات الداعمة لها، أم هناك أسباب أخرى أيضا؟ لا طبعا هي يعني بالإضافة إلى أنها مثلا جغرافيا طبيعي يعني في هناك موانع طبيعية، أيضا تم تجهيز من سنوات في أموال طائلة حصلت عليها هذه الجماعة من إيران. وأيضا في 2007 دعم من قطر قدمت تقريبا $500 مليون يعني باسم إعادة إعمار صعدة، لكن تم استخدام عسكري من قبل هذه الجماعة في تجهيز كثير من المنشآت العسكرية في هذه المنطقة الجبلية. احنا نعلم أنه في هناك يعني في هناك أيضا كهوف يعني عمقها يوصل إلى 80 إلى تقريبا 100 متر في الجبال، أيضا فيها قواعد صواريخ تعتبر غرف عمليات، فيها كثير مقاتلين، حتى فيها كثير من الخبراء اللي موجودين في اليمن هم موجودين في صعدة وبالتحديد في جبال مران. فهي جغرافيا بالتاكيد تخدم، لكن في ظل التفوق الجوي، انا اتكلم عن الجو وخاصه الطير الاباتشي الذي يجيد استخدام يعني التعامل مع هذه المواقع، فنتوقع انه مع قادم الايام ان شاء الله انه سوف يتجاوز. يعني قطعت شوط كبير للقوات اليمنيه مسنود ايضا بالاتحاد، قطعت شوط كبير في ارض صعبه، فما ابغي ربما يكون صعوبه، لكن يعني اذا استمر بهذا الطريقه اتوقع انه مع قادم الايام ان شاء الله سوف يتجاوز. صحيح مقارنة بالساحل هو أصعب، لكن سوف يتجاوز إن شاء الله. مع قطعها هذا الشوط الكبير ومع هذا التقدم الملحوظ اليوم، إلى أي حد تقطعت أوصال الحوثيين داخل معاقلهم عميد خالد في ظل المعطيات الحالية الآن على الأرض؟ صحيح،
لا بالنسبه لل يعني هم ما كانوا حتى اقرب يعني الغربي من الحوثي انه يتوقع انه يعني في بيواجه مثلا صعوبه حتى في معقلها الرئيسي يعني في بالتحديد في جبال مران، وهي المكان الافتراضي لكل القيادات الصف الاول الحوثيه مثل زعيم الجماعه عبد الملك الحوثي وكل الخبراء يعني من حزب الله وايران هم موجودين في هذه المنطقه. فلم يكونوا يتوقعوا انه يعني في يوم من الايام او تقريبا مثلا انه سوف توصل قوات المقاومه طبعا مسنده بالتحالف الى معقلهم الرئيسي، وبالتحديد الى وصلت تقريبا على بعد من 8 الى 10 كيلو من هذه المنطقه. فبالتاكيد انه الان الحوثي الان يواجه يعني صعوبه وشتتت قواته في كل الجبال في كل المحافظات. يعني هو تقريبا خسر من شهر ابريل الماضي حتى الان تقريبا كثير من القيادات الميدانيه، وهذا ايضا سبب له مشكله انه عنده الان مشكله فيما يتعلق بالقيادات الميدانيه المشرفين على الجبهات. وهذا سبب له مشكله، وخاصه في جبهه البيضاء، في جبهه ايضا صعده، في جبهه ميدي وحرض، في حقه، وايضا اكبر ما يعني مشكله اللي يعانيها هي معركه الساحل الغربي يعني. فبالتاكيد هو الان اسمه يعاني على كل مستويات. انا اتوقع انه اذا لا توجد هناك يعني موانع سياسيه، لانه ايضا في ضغوطات سياسيه من جانب بعض الدول النافذه في هذا الجانب، اذا لا فيما يتعلق بمعركه الساحل الغربي اذا لم توجد مثلا موانع سياسيه، اتوقع انه في خلال ايام ولا نقول شهر انه يمكن نوصل الى الحدود. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا وحضورك في الاستوديو العميد خالد النسي المحلل العسكري، شكرا جزيلا لك.